نبدأ من بيت الوسط، حيث يعقد اجتماع تشاوري موسع لقوى 14 من أذار لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. وتنضم إلينا الزميلة دنيز رحمي فخري عبر الهاتف. دنيز تفضلي، ما هي المعلومات لديك؟ نعم جيسيكا، الاجتماع قوى 14 من أذار لا يزال منذ 6 مساء، هو الاجتماع الأول من نوعه بعد بلبلة إذا صح التعبير البحث بقانون الانتخاب. هذا الاجتماع يخصص للبحث في المواضيع المطروحة، لاسيما منها الاستشارات النيابية وشكل الحكومة، وبالطبع قضية التمديد لأجهزة أو قادة الأجهزة الأمنية. الاجتماع حضره 56 شخصية من قيادات الصف الأول: الرئيس فؤاد السنيورة، غاب الرئيس أمين لجميل بداعي السفر، وحضر عنه النائب إلي ماروني، علما أن النائب سامي لجميل شارك في الاجتماع. كما غاب لأسباب أمنية رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، ومثله النائب جورج عدوان. صدر عن الاجتماع بيان مقتضب، علما أن الاجتماع لم ينتهي بعد، وزع على الإعلاميين، وذكر فيها أن الاجتماع يأتي تأكيدا على وحدة مكونات قوى 14 أذار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وأهمية تنسيق المواقف في كل المواضيع المطروحة، وخصوصا في موضوع تسمية رئيس الحكومة وشكل هذه الحكومة وقانون الانتخاب، والتأكيد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. وعلمت الام تي في أن البحث يتركز بين أهمية إجراء الحوار قبل الاستشارات أو الاستشارات قبل الحوار، وأن الاتجاه داخل الاجتماع كان لجهة الأولوية للاستشارات، وأن الجهد يجب أن ينصب على تشكيل الحكومة. هناك رأيان حول شكل هذه الحكومة: رأي لجهة أن تكون حكومة حيادية، ورأي آخر يقول بتشكيل حكومة إنقاذية. والاتجاه حتى السائد حتى الآن بحسب المعلومات هو لرأي الحكومة الحيادية. وعلم أن التشاور يتم حول كيفية التصرف في حال دعي إلى جلسة عامة تشريعية الأسبوع المقبل، وكيفية مواصلة التحرك للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية. جيسيكا. نعم الزميلة دنيز رحمي فخري، شكرا لك على هذه الرسالة.